أهلا بكم في جلسة أو خلينا نقول احتفالية صغيرة من إعداد طلاب وطالبات الصف العاشر، احتفالا بقدوم شهر رمضان المبارك. بلغنا الله وإياكم الشهر الفضيل بصحة وعافية، لا فاقدين ولا مفقودين، وأعاننا وإياكم على حسن استغلال وقته بالطاعة والعبادة وتنظيم الوقت أحسن تنظيم. إن شاء الله سيبدأ طلاب وطالبات الصف العاشر، فليتفضلوا مشكورين. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر الخير والبركة والرحمة، فيه 30 يوما وكأنهم 30 فرحا، لنا من الصبر فيه آيات، يهل هلاله فيهل الفرح، تطير الطيور وتصفو السماء منشدة، أن هلموا قد أتى رمضان واستوصوا خيرا، ابتسموا للناس وارحموا بعضكم واقرأوا قرآنكم، استغفروا من ذنوبكم وتوبوا لربكم، واستفتحوا نهاركم بتسبيحة، وأنهوا ليلكم بصلاة، ورحبوا برمضان، رحبوا بهذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، فيه فرض الله تعالى الصيام على المسلمين، ولا يعني فقط الامتناع عن الطعام والشراب، بل يجب أيضا الامتناع عن الشهوات والمحرمات، كي يكون الصيام صحيحا ومقبولا. وتأتي لك حكمة الله استقامة. تعالى من فرض الصيام على المسلمين في تعليم المسلم ضبط النفس والسيطرة على رغباتها، ليتمكن بعدها من تهذيب نفسه على الأخلاق الفاضلة والعادات الحسنة، ليسمو بذاته إلى النبل والنقاء، فرحبوا به. نود أن نبدأ اجتماعنا المبارك هذا بالاستماع إلى آيات القرآن الكريم تتلى بصوتك يا يوسف، فماذا تنوي أن تتلو علينا؟ إنه لشرف عظيم لي أن أتلو عليكم من كتاب الله آيات من سورة البقرة، ذكر الله تعالى فيها فضل شهر رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة تكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ما شاء الله يا يوسف، تلاوة عذبة. أعرف يا شام أنك تخبئين لنا في جعبتك أشعارا عذبة أيضا، فماذا لديك؟ إنني اليوم سعيدة باقتراب موعد حلول شهر رمضان المبارك، فأردت أن أعبر عن فرحتي بأن انتقيت أبياتاً لطيفة من الشعر تتحدث عن الشهر الفضيل. أشرق النور هلالاً من حنايا الداجيات، يحمل البشرى رجاءً للنفوس القانطات، فينير الروح صفواً كالدرار الزاهرات، يتجلى الحق فيه للقلوب الطاهرات، والمعاني فيه تسمو
عن وضيع الرغبات والأماني في شذاها كالزهور اليانعات. ما أروع هذه الأبيات يا شام، شكرا لك. ترى كيف لنا أن نستقبل هذا الشهر الكريم، شهر الوقت فيه أثمن من الذهب، هل لديكما أفكار عن ذلك بيان الكردي وجنى؟ نعم يا سارة، شهر رمضان ليس كأي شهر، لذا نحتفي باستقباله، واليوم سأنقل لكم بعض الأفكار والتطبيقات العملية لكيفية استقبال رمضان بطريقة رائعة. هذه الأفكار قمنا بتطبيقها نحن طلاب الصف العاشر استعداداً لاستقبال الشهر الكريم، وأردنا أن ننقل تجربتنا لكم لعلها تكون ملهمة ومفيدة. الفكرة الأولى، مراجعة أحكام الصيام. من الجيد أن يقرأ المسلم كتاباً يشرح فيه أحكام الصيام ومسائله حتى يتفقه في دينه، وخاصة الفكرة الثانية، تخصيص ركن خاص للعبادة وتلاوة القرآن، لأن رمضان هو شهر الخلوة مع النفس وتهذيبها وترغيبها على الصبر والامتناع عن الشهوات، فمن الجيد أن يهيئ المسلم لنفسه ركنا خاصا به يحوي على سجاد صلاته ومصحفه ليقضي فيه وقته في القيام وتلاوة القرآن. الفكرة الثالثة، إفطار الصائم والصدقة، فإن رمضان هو شهر العطاء، فمن الأعمال التي يؤجر عليها المسلم أن يحضر لبعض المواد الغذائية والصناديق أو الأكياس ليوزعها على المحتاجين بنية الصدقة وإفطار الصائم. أما الفكرة الرابعة فهي نشر مظاهر الفرح والسرور، من اللطيف أن نزين منازلنا وشوارعنا ببعض الزينات اللطيفة التي تعلن للعالم أننا في موسم للخيرات والزيارات العائلية والصلح وإعادة تقوية العلاقات، ولعل الأطفال هم أكثر الفئات المستهدفة بذلك. أما الفكرة الخامسة، أن تهيئ عقلك ونفسك لرمضان بالقراءة، إن القراءة تغذي العقل وتهذي النفوس الدينية، تذكره بالمعاني الإيمانية التي يحتاج أن يكون قريبا منها في رمضان. هذه كانت بعض من أفكارنا التي جهزناها، ولا بد أن هنالك الكثير، ويختلف استقبال رمضان من شخص لآخر، لكن في النهاية جميعنا يتفق على أننا يجب أن نحتفي بهذا الشهر المبارك ونهيئ قلوبنا له لننعم ببركاته وفيوض رحمات الله فيه. ما هذه الأفكار الرائعة يا بيان ويا جنى، شكرا لكما. هل تعلمين عزيزتي بيان السلوم أنني لا أكاد أصبر حتى تأتي ليلة تحري هلال رمضان ليثبت لنا أول يوم فيه برؤية هلاله؟ هل لديك ما تخبرين به عن أطوار القمر؟ نعم صديقتي سارة، فالقمر سخره الله لنا لنحسب الزمن فنعلم متى يدخل الشهر ومتى ينتهي، واليوم سأحدثكم بشكل مفصل عن الأطوار الفلكية للقمر. القمر هو جرم سماوي مظلم يستمد نوره من الشمس وهو ذو شكل كروي، ويمر القمر بعدة مراحل، وهذه المراحل تشكل الشهر القمري، فلكل مرحلة وقت محدد وخصائص تختلف عن الأخرى. المرحلة الأولى وهي الهلال، هو أول مرحلة يمر بها القمر، حيث يكون قد ابتعد عن نقطة الصعود في طريقه إلى نصف الكرة الشمالية، وفي هذا اليوم بالتحديد نرى القمر على شكل هلال لامع، ويوما بعد يوم يزداد عرض الهلال. والمرحلة الثانية هي التربيع الأول، وتبدأ هذه المرحلة في اليوم السابع من الشهر القمري، حيث يكون القمر قد أنهار ربع دوراته الانتقالية الشهرية حول الأرض، حيث نلاحظ القمر وسط السماء وقد غمره النور نصفه. والمرحلة الثالثة هي الأحدب الأول، بعد اليوم الثامن من الشهر القمري يستمر ازدياد القسم المناري من سطح القمر، وتبدأ مرحلة الأحدب الأول، حيث يكون الخط الفاصل بين القسم المنار والقسم المعتم خطا منحنيا. والمرحلة الرابعة هي البدر، يبلغ القمر نقطة النزول بعد مرور 14 يوما، ويكون قد غمره النور بالكامل، وفي هذا اليوم يكون القمر والأرض والشمس على استقامة واحدة، وتوصف هذه الحالة بتقابل الشمس والقمر. والمرحلة الخامسة هي الأحدب الثاني، وفي هذه المرحلة يستمر القمر بالتأخر بحوالي 50 دقيقة،
وبعد مرور 18 يوماً يكون الخط الفاصل بين الجزء المعتم والمنار خطاً منحنياً. والمرحلة السادسة هي التربيع الثاني، وفي هذه المرحلة يغطي النور نصف سطح القمر، وتبدأ المرحلة من بداية الشهر القمري. والمرحلة السابعة هي الهلال الثاني، وفي هذه المرحلة نلاحظ أن النور يغطي جزءاً صغيراً من القمر، حيث يتخذ شكل الهلال، وذلك بعد مرور 25 يوماً. والمرحلة الثامنة والأخيرة هي المحاق، يظهر في اليوم الأخير من الشهر القمري، ويصبح على استقامة واحدة، ويغمره الظلام بالكامل، فهو يغيب تحت الأفق مع مغيب الشمس، وهذه الحالة تسمى حالة الاقتران. شكراً لك يا بيان على هذه المعلومات القيمة. إن أجمل شيء يمكن أن تشاهده في رمضان هو فرحة الأطفال الصغار ورغبتهم في تقليد الكبار في الصيام، ولكنني يا سامية وبشرى دائماً ما أتساءل، هل من شيء عملي يمكن أن ننفذه مع الأطفال خلال أيام شهر رمضان؟ نعم يا سارة، لدي الكثير لأخبرك به عن أنشطة يمكن أن نقدمها للأطفال تربطهم بمعاني هذا الشهر الفضيل وتجعلهم يملؤون وقتهم بالفائدة والمتعة. فالأطفال الصغار قد يشكلون عبئاً على الكبار في رمضان، بينما الجميع منشغل بالعبادة وقراءة القرآن وتحضير وجبة الإفطار ثم الصلاة والمسجد ثم السحور. وسط كل هذا الانشغال ربما يفوتنا أن نجعل رمضان ذكرى جميلة في أذهان هؤلاء الصغار. فرمضان موسم مهم لزرع بذور الإيمان والعقيدة ومحبة الله في قلوبهم الغضة، لذلك وجدت أنه من المهم أن أخصص وقتاً أقضيه مع أختي الصغيرتين خلال أيام الشهر الفضيل، أحضر فيه بعض الأنشطة لهما. فقمت على سبيل المثال للحصر بتشجيعهما على الرسم والتلوين بعد أن حكيت لهما بلغة بسيطة عن رمضان، وخصصت وقتاً آخراً لمشاهدة بعض من قصص الأنبياء التي تسليهم وتفيدهم في نفس الوقت، فكان وقتاً رائعاً قمت بتسجيله ضمن فيديو كي أتذكره دائماً، ولعله يكون ملهماً لكم أيضاً. بالإضافة إلى فكرة جميلة كنت قد نفذتها مع أطفال عائلتنا، وأنني صنعت بعض الصناديق الورقية ووضعت بداخلها أشياء مختلفة، مرة أضع الحلوى وأكافئهم فيها على حسن السلوك ومساعدة الكبار في الإعداد لوجبة الإفطار، ومرة أضع فيها هدايا بسيطة بعد أن يتم حفظ سورة قصيرة أو ذكر لله تعالى كالتسبيح والتهليل. ولعل أكثر ما يرسخ في نفوس الأطفال هو ارتباط شهر رمضان في أذهانهم بموسم
بموسم فرح وسرور وخشوع ورحمة وتواصل، فعندما يرون الكبار يتزاورون ويتبادلون أطيب الطعام ويحرصون على الكلام الطيب والسلوك الطيب، فإنهم يشعرون بقيمة هذا الوقت العظيم. تفضلي يا سامية. لا أنسى صوت واضح. نعم تفضلي. لقد أدهشتماني سامية وبشرى بهذه الأفكار الرائعة، وإنني أنوي أن أطبق بعضها مع إخوتي الصغار. من جهة أخرى يا حمزة، فإنني أقلق على مدى تحمل جسمي للامتناع عن الطعام والشراب، خصوصا في الأيام الأولى، وكثير منا يا سمر يواجه مشاكل صحية في رمضان. هل لديكما ما تخبراننا به حول العناية بصحتنا في رمضان؟ فعلا يا سارة، إن أمر الصحة الجسدية في رمضان أمر مهم حقا، ويجب علينا التنبه له جيدا. فالجسد الصحيح يعين على العبادة والقيام والصيام، وأنا وسمر سنقدم لكم اليوم بعض النصائح في ذلك. هل تعلمين يا سمر أن رمضان فرصة عظيمة للعناية في صحتنا؟ فالصيام كما أنه عبادة عظيمة، فهو أيضا ذو منافع جمة تفيد أجسادنا. فالصوم يزيد قوة الخلايا في التحمل والمقاومة، والامتناع عن تناول الطعام لمدة طويلة يخفض الكوليسترول وضغط الدم أيضا، وهذا بعض من منافعه. واليوم سأطلعكم كيف نغتنم هذه الفرصة ونتبع نظاما صحيا يقي جسدنا من مشكلات صحية كثيرة تحدث في رمضان. في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ومن منطلق وصية النبي لنا، علينا ألا نكثر من شرب الماء عند الإفطار وعند السحور، وأن نتناول الطعام ببطء ونمضغه جيدا، وأن نتوقف عن الأكل قبل الشبع بقليل حتى لا نصاب بعسر في الهضم، ويفضل أن لا نتناول السكر، فالتمر فيه ما يكفينا من السكر. معلومات طبية قيمة، أشكرك يا حمزة على مشاركتنا إياها. تعلمان سلام وآية أنني من عشاق القراءة، ودائما ما أفكر ترى هل يمكن للمسلم أن يخصص وقتا للقراءة في رمضان؟ طبعا هذا بعد قراءة سيد الكتب ومجمع العلوم والمعارف كتابنا العظيم القرآن. هل لديكما ما تنصحان به بخصوص قراءة الكتب في رمضان؟ هذا الكتاب الرائع الذي يحمل في طياته ما نحتاج لمعرفته للاستعداد لرمضان. فالكتاب مقسم على 99 وقفة ضمن الدروس العلمية العامة التي ألقاها الكاتب في الجامعة، وفيه استذكار الأحكام الشرعية ومقاصدنا لصيامنا وقيامنا وصدقاتنا وفطرة العيد وكل هذه الأمور حتى لا تفقد روحها وتتحول إلى عادة اجتماعية. فالكتاب وسع مفهومنا لعبادة الصيام، ومن أكثر ما لفت انتباهي ما ذكره الكاتب عن الصيام، وأنه عبادة قلبية وليس فقط امتناع عن طعام وشراب، وأنه السبب لسعادتنا في الدارين. فقد كان أسلوب الكتاب مبسط وسهل لتذكير الناس في أحكام الصيام، وقد أحببت ما طرحه من الخلافات التي قد نجدها بطريقة فقهية موضوعية مثل صلاة التراويح والدعاء وشرحه للجانب العبادي والروحاني لرمضان. لذا أنا أنصح بقراءة هذا الكتاب قبل دخول رمضان، فهو يصلح كتهيئة للبدء بهذا الشهر الفضيل، وأسأل الله أن يبلغنا جميعا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. الكتاب رائع سلام، شكرا لك جزيل الشكر، أشعر بالحماس لقراءته. دائما في كل اجتماع يجب أن نخصص لمعلمين الأفاضل فقرة تليق بهم، وأظن أن زملائي محمد الكردي وسلافة قد أعدا شيئا مميزا لمعلمين الأكارم. ماذا لديكم للمعلمين اليوم يا سلافة؟ نعم صديقتي سارة، لدينا مفاجأة لجميع المعلمين اليوم. لقد قمنا بإعداد مجموعة من الأسئلة حول شهر رمضان المبارك وفريضة الصيام، ستدور العجلة لتقف عند رقم محدد. يلا يا محمد اقرأ السؤال. الرقم 5، الأستاذ أحمد تلود، هل أنت موجود معنا يا أستاذ أحمد؟ نعم موجود. سؤالك هو يا أستاذ، كم سنة صام النبي رمضان في حياته؟ أعتقد 23 سنة. أعيد المحاولة مرة أخرى يا أستاذي. أعتقد 23 سنة. يمكنك الاستعانة بصديق. نستعين بالأنس شيماء. هل تمت الاستعانة بي؟ نعم أنس شيماء. كنت يعني أتوقع صراحة 4 أو 3 مرات، ممكن ربما 5 مرات.
الإجابة هي 9 سنوات. شكرا لكما أستاذ أحمد وأستاذة شيماء. كنا قد أدرنا العدد مرة أخرى بالغلط، فيعني ظهر الرقم 65، فسننتقل للرقم 65. سلافة. الرقم 65، الأستاذ محمد الخليل، هل أنت معنا يا أستاذ؟ أنسى شفاء، كرر السؤال والاختيار المدرس لأن فصل عننا الجميع. عزيزي سلافة، أعيد السؤال. الرقم 65، الأستاذ محمد الخليل، هل أنت معنا يا أستاذي؟ أعتقد أن الأستاذ غير موجود. سلافة، اختاري أستاذ آخر. سنقوم بإدارة العجلة مرة أخرى حتى نختار رقماً آخر. سنرى رقم من سيظهر معنا الآن. الرقم 60. الرقم 60، الأستاذة ماريا حتاحت، أنت موجودة معنا يا أستاذة؟ الأستاذة ماريا ليست معنا. هل ندير العجلة مرة أخرى؟ طيب، ندير العجلة مرة أخرى. العجلة مصرة على أنسة ماريا، سنديرها مرة ثالثة. رقم 5 ظهر لنا قبل قليل، نعيد إدارة العجلة. لا، اليوم في شيء أكيد. عم تلعب معنا العجلة. أيوة كتير، يعني كتير، ها عم بتفاتلنا مفاتلة. نعيد مرة أخرى إدارة العجلة. الرقم 20. الرقم 20، الأستاذة حليمة العمر، هل أنت معنا يا أستاذة؟ سؤالك يا أستاذتي هو: كم مرة ذكرت كلمة الصيام في القرآن الكريم؟ الرقم الأكيد لا أعرفه بالتحديد، ولكن أظن بين 12 الرقم 12 أو 14 مرة. صحيح أنسة، الجواب صحيح، 14 مرة. جزاك الله خيرا. وإياكم. الإجابة الصحيحة لو سمحتي؟ 14 مرة. بارك الله بك. شكرا لك يا أنستي، والآن سندير العجلة مرة أخرى. الرقم 80. الرقم 80، الأستاذة نورة المظلوم، هل أنت معنا يا أستاذة نورة؟ نعم أنا معكم، تفضلوا. سؤالي هو: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من دعاء ويردده في ليلة القدر، أخبرينا ما هو؟ دعاء ليلة القدر، اللهم أني أسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. حاول التفكير مجددا في السؤال معلمتي. اللهم إني أسألك الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. ممكن ساعدك أنسة نورة؟ تفضلي. اللهم إنك عفو كريم ومن تحب العفو فاعف عني. صحيح أنستي، شكرا لكما. عزيزتي سلافة، اقرأ السؤال. 25، خالد نبدو، هل أنت معنا يا أستاذ؟ نعم معكم، تفضل. سؤالك يا أستاذي هو: أذكر لنا شروط وجوب الصيام في رمضان. تمام. شروط أظن 3 أو 4 شروط.
الشرط الأول القدرة على الصيام، الشرط الثاني أن يكون الصائم بالغ، ووجود العقل. يعني شروط القدرة على الصيام ووجود العقل، نعم، والبلوغ والإسلام، أن يكون مسلم. يعني إجابة رائعة معلمي، شكرا لك. هل نكتفي بهذا القدر أم يعني ندير العجلة مرة أخرى؟ ما رأيكم؟ شو رأيكم طلابنا، حابين تسألوا الأساتذة مزيد مزيد من الأسئلة؟ الرأي طبعا للطلاب اليوم وليس للأساتذة. طيب يلا ندير العجلة مرة أخيرة فنرى من يعني يصيب، أي أستاذ أو معلمة سيظهر معنا. هذه آخر مرة سندير بها العجلة. الرقم 20 تكرر معنا. إيه أنسي. نكرر مرة ثانية. شكل العجلة اليوم متواطئة مع المعلمين، عم بتكرر وما عم بتطلع ال. الرقم 10 لم يظهر معنا، أليس كذلك؟ صحيح أنسي. الرقم 10 الأستاذ أسامة خضر، هل أنت موجود معنا يا أستاذ أسامة؟ نعم حياكم الله معكم. سؤالك هو يا أستاذي، في أي سنة من الهجرة فرض الصيام؟ على ما أظن فرض الصيام في السنة الثانية للهجرة. صح، لقد أجبت بشكل صحيح، جزيت خيرا وإياك. بذلك نكون قد انتهينا من أسئلتنا، شكرا لكم المعلمين والمعلمات الذين شاركونا. لقد استمتعنا حقا بهذه الأسئلة الرائعة واستمتعنا معكم معلمين الأفاضل، شكرا لكما محمد وسلافة. يبدو يا عزيزتي نجلاء أننا قد وصلنا إلى نهاية اجتماعنا هذا، وليتنا لم نصل ليمتد اجتماعنا على الخير دائما. نعم عزيزتي سارة، للأسف وصلنا إلى نهاية حفلنا، وإنني أقول وختامها مسك شهر رمضان المبارك الذي شرع في السنة الثانية من الهجرة وجعل ثوابه وفضله عظيمين، لذا فهو من أكثر الشهور روحانية، فكل مسلم يسعى جاهدا للتقرب من الله خلال هذا الشهر الكريم أملا في نيل المغفرة عما مضى من ذنوب، طمعا في العتق من النيران، وشوقا لاستجابة أمنيات ضجت بها القلوب ورفعت للسماء في دعوات في العشي والإبكار. هو شهر تصفد فيه الشياطين وتغلق فيه أبواب النار وتفتح به أبواب الجنة، كما قال المصطفى المختار عليه الصلاة والسلام، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين، لذا فهو شهر الرحمة الذي تنتظره القلوب بشوق يشتعل بها منذ اليوم الأول لرحيله عنها، فمن أخلص النية وعبد الله كما يحب ويرضى ووعى أهمية هذا الشهر المبارك لا يتمنى رحيله مطلقا. شكرا لزميلاتي وزملائي الذين ساهموا في نجاح هذا النشاط، نتمنى أن نكون قد قدمنا ما نال إعجابكم. الله يعطيكم العافية جميعا، شكرا لكم طلاب صف العاشر. مع نهاية حفلنا هذا واجب علينا أن نشكر من ساعدنا في تنظيمه، لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله تعالى، وأترك كلمات الشكر لزميلتي إخلاص العباد. باسمي وباسم كل زميلتان لولا جهدهما ومساعدتهما، باسمي وباسم كل زملائي وجه رسالة شكر جزيل للآنستان نورة حجازي وشفاء محمود، اللتان لولا جهدهما ومساعدتهما في تنظيم هذا الحفل لما وصلنا إلى ختام مميز ورائع. شكرا لكما من القلب ولكما خالص عبارات الامتنان والمودة، وجزاكن الله كل خير. جزاكم الله يعني الحفل بكل التفاصيل، يعني بكل التفاصيل وكل مدى دوره كله على أتم وجه، تنظيم ممتاز، تدريب نسيق عالي وتناغم وكأنها فرنسية، يعني الله يجزيكم كل خير، استمتعنا جدا. شكرا لكم طلابي الأعزاء، يعني يعطيكم العافية، أبدعتوا بهذا الحفل. أساتذتي الكرام، هل يريد أحد أن يعطينا رأيه في هذه الحفل؟ أنا ألي ساعة عم بحكي فكرت إنه عم تسمعوني.
أنا بعتذر، شكله كان المايك مغلق وأنا فتحته بس أغلق. أنا كنت عم بحكي مشان هيك مستغربة إنه ما حدا عم بيرد علي. أنت شفاء أعتذر بس أنا عملت لك ميوت في وقت ما. عشان هيك. تمام ماشي. ماشي تفضلي أنسة نورة، تفضلي أنسة نورة حجازي. طبعا أنا أول شيء بدي أشكر أنسة نورة حجازي على إشرافها على هذا النشاط من ألفه إلى يائه مع الطلاب. الحقيقة طلابنا الأعزاء الشكر لكم قبل أن تشكروني أنا والآنسة نورة، لأن الفكرة كانت فكرتهم منذ البداية، لست أنا من طرح عليهم الفكرة، هم من جمعوا أنفسهم وهم من أنشأوا الفريق وهم من جمعوا الأسماء ووضعوا الفقرات ووضعوا العناوين ووضعوا الأفكار، ثم أتوا إلى الآنسة شفاء وقالوا آنسة هذه أفكارنا. وبعدها أنا والآنسة نورة قررنا أن نشرف ونساعد في تنظيم هذه الأفكار. كل اللي عملناه أنا وآنسة نورة هو عملية تنظيم وترتيب وهيك هندسات خارجية فقط، أما الفكرة وأساسها والتواصل والتدرب والاجتماعات والبروفات اللي كانت عم تصير هي من تخطيطهم وتنظيمهم، وهم اللي كانوا عم يعملوا المواعيد ومتى نحن فاضيين ومتى نحن مالنا فاضيين. لحالهم كانوا عم يتواصلوا مع بعض على الخاص إذا في حدا انقطع عنده النت، في حدا، يعني كل المشاكل اللي كنا نحن نديرها سابقاً اليوم بهذا النشاط ولأول مرة الطلاب هم اللي قاموا فيها من تلقاء أنفسهم. فشكراً للآنسة نورة اللي أشرفت على كل هذا الموضوع، شكراً للطلاب. تفضلي آنسة نورة. الله يجزيك الخير آنسة شفاء، طبعاً فضل لله أولاً وآخراً ولك وللطلاب، جهدهم هذا جهدهم، يعني رأينا إبداع الآن، يعني هي ثمرت أسبوع كامل أسبوعين من التدريب. يعني أنا فخورة فيكم جداً طلابي الأعزاء، أبدعتم عن جد، كل شخص فيكم أبدع، كان عمل متقن جماعي فيه روح، وشكر للحضور الأساتذة الكرام. الحمد لله الذي وفقنا إلى هذا، ولولا توفيق الله سبحانه وتعالى لما كنا يعني قدمنا ما قدمناه. شكرا للطلاب والطالبات الأعزاء، شكرا للأساتذة والمعلمات الحاضرين معنا والحاضرات، وللطلاب والطالبات أيضا اللي من المراحل الدراسية الأخرى، طلاب الصف التاسع وطلاب البكالوريا. طبعا يعني هذا النموذج الذي قدم اليوم، نحن نأمل أن يكون هناك نماذج أخرى إن شاء الله سوف نقوم ب يعني العمل عليها وتنظيمها بإذن الله، حتى يكون كل ما يقدم في قسم مسار الأنشطة الطلابية بإذن الله تعالى هو من إعدادي وتخطيطي وتنظيمي طلابنا الأعزاء، لأنه نحن عنا ما شاء الله مواهب رائعة، عنا مهارات قيادية جميلة، عنا عمل تعاوني. كنا بالأمس تحدث أنا والآنسة نورة، قلت لها مهارة العمل التعاوني هذه مهارة يتم تدريب عليها كبار الموظفين في المؤسسات والشركات وفي الكثير من التجمعات العمل أو التجمعات الطلابية، لكن نحن عندنا طلاب عندهم مهارة تعلم تعاوني بالسليقة، كل ما يحتاجون إليه هو بيئة فيها نوع من الحرية ونوع من الدعم لحتى يقدروا يطلعوا هاي المواهب وهاي القدرات، وما شاء الله أثبتوا قدرتهم وإدارتهم للحفل من دون ما يعني نحن ما تدخلنا يمكن إلا بشيء بسيط جدا بالأمور التقنية فقط، لكن هم تنظيمهم وطريقة تسلسل الفقرات واللي غايب غطوا مكانه واللي موجود واللي ما، يعني يمكن انتم ما شعرتوا انه في طلاب ما موجودين، كان في طلاب غايبين وكان في فقرات ممكن تتوقف، لكن ما شاء الله هم تسلسلهم في اعدادهم للفقرات هاي بصراحة يعني كنت اقول لهم غلبونا، يعني يكادوا يغلبونا بصراحة نحن المعلمين والمعلمات، لانه لما كنا طلاب بمثل عمرهم بصراحة ما كنا نعرف نعمل هالاشياء بكل هاي يعني الاتقان. فشكرا للطلاب والطالبات وشكرا لكم جميعا على حضوركم، ونتمنى إن شاء الله نقدم لكم دائما شيء أفضل بمسار الأنشطة الطلابية. متشوقون بإذن الله للفقرات القادمة. تفضلوا إذا يعني بتمنى هيك إذا في حدا بيحب يعني يتحفنا بكلماته الجميلة ويعطينا رأيه بما قدمناه يعني بنكون ممنونين. أود أن أشكر الأنسة نورة حجازي والأنسة شفاء، شكر جزيلا على هذا النشاط، ونحن فخورين بأن يكون الطلاب مبادرين ما شاء الله، يعني شيء يبهج القلوب. وأعجبتني جدا الفقرة التي قدموا بها الأسئلة للمعلمين، يعني أعادوا إلى قلوبنا رهبة الامتحان. الحفل جميل ورائع، بارك الله بكم جميعا.
شكرا جزيلا لكم جميعا على حضوركم الطيب وعلى كلماتكم الطيبة، وشكرا للطلاب وللطالبات. نتمنى التوفيق لطلاب الصف التاسع وطلاب البكالوريا في دراستهم، وإن شاء الله هيك ربي يوفقكم ويجعل رمضان زمن يعني هيك شهر خفيف عليكم، وتقدروا فيه تنظموا وقتكم بين العبادة وبين الدراسة والاستعداد للفحص، وإن شاء الله كله بيكون سهل بإذن الله، وتستغلوا رمضان لتدعوا رب العالمين وتطلبوا العون منه إنه يفتح عليكم ويرزقكم هيك سرعة الحفظ وسرعة الفهم بإذنه تعالى. نسأل الله تعالى أن يبلغنا شهر رمضان بخير وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.